السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الثالث الابتدائي، الدرس الثاني في الوحدة الثانية الإسكندرية. سنقرأ الفقرة ثم نشرح. في الصيف وفي صباح يوم جميل ذهبت أسرة أمير لتستمتع بجمال الإسكندرية. شاهدت الأسرة حدائق المنتزه وحدائق الشلالات وحديقة الحيوان، ثم استقل الجميع سيارة إلى قلعة أثرية تشرف على البحر. وقف الجميع منبهرين بجمال القلعة وروعتها. أسرة أمير، وهي تتكون من أمير وأميرة ووالدة أمير، سوف نشرح بطريقة مختلفة وهي طريقة عناصر القصة. هذه الطريقة توضح لنا شرح الدرس بطريقة مبسطة وسهلة، وهي أن نستخرج من الدرس الشخصيات والزمان والمكان والأحداث المهمة في الدرس. فنجد في عناصر القصة شخصيات الدرس أمير وأميرة ووالد أميرة، ونجد في الزمان هو في يوم من أيام الصيف. أما الأحداث المهمة هو ذهاب الأسرة إلى الإسكندرية للاستمتاع بجمالها وزيارة معالمها. أما المكان وهو الإسكندرية، فالأسرة ذهبت في الصيف إلى الإسكندرية لتستمتع بجمالها، وذهبت إلى بعض الحدائق التي توجد في الإسكندرية مثل حدائق المنتزه وحدائق الشلالات وحديقة الحيوان. ثم انتقلوا بعد ذلك بالسيارة إلى قلعة تشرف على البحر. هذه القلعة مشهورة بجمالها وروعتها، سوف نعرف بعد ذلك ما اسم هذه القلعة وما أهميتها. نقرأ ثم نشرح. سأل أمير أباه: ما اسم هذه القلعة يا أبي؟ قال الأب: هذه قلعة قايتباي، كانت تحمي المدينة من الأعداء يا أمير. هذه القلعة كانت في مدينة الإسكندرية، هذه قلعة مشهورة بأنها تحمي المدينة من الأعداء، أي أن الجيش كان يقف في أعلى هذه القلعة ويرى أي عدو يأتي من الخارج فينبه بقية الجيش. نقرأ الفقرة الثانية. وعند الظهيرة صارت الأسرة على شاطئ البحر فاستمتعوا بالنسيم العليل. سألت أميرة: وما اسم هذا الشاطئ؟ قال الأب: هذا شاطئ المنتزه، وهناك شواطئ أخرى مثل العجمي والمعمورة والمنظرة. ثم ذهبت الأسرة لتناول الغداء. سأل الأولاد: ما اسم هذا المكان يا أبي؟ قال الأب: هذا اسمه أبو قير، حيث يأتي الناس لتناول أشهى المأكولات البحرية والاستمتاع بصيد السمك. تحدثنا أن في الصباح ذهبت الأسرة إلى الحدائق الجميلة وأيضا إلى القلعة. وعند الظهيرة ذهبت الأسرة على شاطئ البحر فاستمتعوا بالنسيم العليل بالجو الجميل الهادئ الرائع. فسألت أميرة، وهي من عادتها أن تسأل والدها عن الأشياء التي لا تعرفها، عن اسم هذا الشاطئ. قال الأب: هذا شاطئ المنتزه، أي أن الشاطئ الذي كانوا يجلسون فيه يسمى شاطئ المنتزه. ولكن الأب عرض عليها أيضا أسماء شواطئ أخرى توجد في الإسكندرية مثل شاطئ العجمي وشاطئ المعمورة وشاطئ المندرة، وهذه الشواطئ هي من أشهر شواطئ الإسكندرية. ثم بعد ذلك ذهبت الأسرة لتناول الغداء، وأيضا سأل الأولاد: ما اسم هذا المكان؟ فقال الأب: أن هذا المكان اسمه أبو قير، وهو من أماكن مشهورة في الإسكندرية لتناول أشهى المأكولات البحرية وأيضا الاستمتاع بصيد السمك. أما في المساء ذهبنا إلى المسرح الروماني لنستمع إلى الموسيقى ونشاهد العروض المسرحية. وبعد انتهاء الحفل وعدنا أبي قائلا: غدا بمشيئة الله سنزور مكتبة الإسكندرية، وهي من أشهر معالم المدينة. في المساء ذهبت الأسرة إلى المسرح الروماني، وهو من المسارح المشهورة في الإسكندرية أيضا، فاستمتعوا
بالموسيقى وسماع الموسيقى، وأيضا شاهدوا العروض المسرحية الجميلة. وفي انتهاء بعد أن انتهى الحفل وعدهم الأب بأنه غدا إن شاء الله سوف يزور مكتبة الإسكندرية، وهي من أشهر معالم المدينة. أيضا سوف نستعرض لمرادفات لبعض الكلمات بطريقة جديدة، وهي طريقة المعاني المتعددة. فنجد في جملة استقل الجميع سيارة، لو أردنا أن نعرف معنى استقل فنجد أن مفاتيح السياق في هذه الجملة كلمة الجميع وكلمة سيارة، أي الجميع سيارة استقل. فما معنى كلمة استقل؟ استقل الجميع سيارة. فنجد أن كلمة الجميع وكلمة السيارة توضح لنا معنى استقل. فنجد أن مرادف استقل ركب، أي ركب الجميع. سنجد أيضا في جملة استقل أخي في منزل خاص، نريد أن نعرف برضو معنى كلمة استقل. فنجد أن مفاتيح السياق هنا في كلمة أخي وكلمة منزل. أخي في منزل خاص، أخي ومنزل. فنجد معنى استقل، هل هنا ركب أخي في منزل خاص؟ سوف نجد أن هذا المعنى غير مناسب لهذه الجملة، لكن نجد أن استقل أخي في منزل خاص أن مرادف استقل أي أقام في هذا المنزل، أي أقام أخي في منزل خاص به. وبهذا نكون قد استعرضنا لمعنى كلمة استقل في أكثر من جملة بأكثر من معنى. أريد منكم في هذا التطبيق عمل مرادفات للكلمات الآتية بطريقة معاني مفردات، أي وضع كلمة تشرف في جملتين بأكثر من معنى، وأيضا وضع كلمة العليل، وأيضا وضع كلمة قصة. الآن سوف نقرأ بعض أسئلة على هذا الدرس. السؤال: متى ذهبت أسرة أمير إلى الإسكندرية؟ متى تسأل عن المكان، تسأل عن الزمان. فنجد أن متى ذهبت الأسرة إلى الإسكندرية، نجد أن الوقت أو الزمن في الصيف، ذهبت الأسرة في الصيف. السؤال الثاني: ماذا شاهدت الأسرة في الإسكندرية؟ نجد أن الإجابة، سنقرأ السؤال الثاني: ماذا شاهدت الأسرة في الإسكندرية من حدائق؟ نجد أن الأسرة شاهدت حدائق المنتزه والشلالات والحيوان. السؤال الثالث: أين القلعة التي ذهبت إليها الأسرة وما اسمها؟ نجد أن هذه القلعة كانت تشرف على البحر واسمها قلعة قايتبي. السؤال الأخير: أين تناولت الأسرة الغداء؟ تناولته في أبوقير. هذه بعض الأسئلة التي توجد في الدرس. مطلوب منكم إجابة أسئلة الدرس في كتاب المدرسة. الآن سوف نستعرض بعض الأساليب التي توجد في الدرس. من الأساليب التي توجد في الدرس حروف المد. هذا الجدول الذي أمامكم يتكون من ثلاث صفوف: الكلمات ونوع المد والحرف الممدود. نجد أن كلمة صباح بها مد بالألف، والحرف الممدود هو حرف الباء. أما كلمة أمير فنجد أن المد بالياء، والحرف الممدود هو حرف الميم. أما كلمة المعمورة فنجد نوع المد مد بالواو، والحرف الممدود لحرف الميم. أما المطلوب منكم عمل جدول مثل هذا واستخراج التنوين بأنواعه الثلاثة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.